هذا المسلم المسوي حارس المرمى علي حسن، علي حسن صالح، مهدي القلاف، صيوان، أسماء كبيرة ونجوم. هذا صيوان مشاري صيوان، وبدأ اللقاء وبدت الحكاية وابتدأ المشوار كرة مع الكويت، مهدي القلاف شوف عطى الكرة، واحد يقول كان أخذها، لا 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 لا، الروح الرياضية تقول عطني الكرة في البداية أشوفها وأنت تشوفها تحسس عليها، أخذ وضعية الإحساس مع الكرة. الآن بدت خلاص بدت، مهدي القلاف تمرير جانبي إلى الشمري، عاقة وهجمة عكسية، لفحيل يهاجم، لفحيل وتصويب وتصدي، تصدي من حارس المرمى، صفر عكسية للكويت، إعاقة ورمي حرة، حسن وليد صفر وحارس المرمى شقيق علي صفر، حارس مرمى الكويت يلعب محترف الآن، في الدوري الأوروبي، خطيرة للكويت، الله 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 الله، حلوة حلوة، عبد العزيز شوفه كرة جميلة ولا أروع ولا أحلى، هدف جميل لعبد العزيز محمد، واحد ما سجل الهدف. كرة مع الفحيل صادقي من الجناح، خطيرة وتصويب، أوه صفر يا صفر، راح تكون والله يعني صفر ما يحتاج، يعني صفر اثنين ما شاء الله، الله يحفظهم. علي محترف خارج الكويت دوري الأوروبي، وشقيقة حسن صفر يلعب مع نادي الكويت، الموسم الماضي كان مع النادي السالمية، موسم هذا مع الكويت، هجمة للكويت لا شيء، دقيقتين لا شيء، نادين ظهر هدف عبد العزيز لم يحسب مهدي القلاف تمرير على الدائرة، خطيرة، تصويب ورمية جزاء، حماد الملة يقول لاعب لفحيل قاطع من داخل، صح صح يا حكم، صح 10/10 لاعب الكويت، اوه شو الحكايه والروايه، الكويت يضيع ثاني كره، رميه جزاء تضيع من الكويت، من اللي صوبها مهدي القلاب او منو؟ حتى الان نتيجه 0-0 كرة مع الكويت، تصويبه حلوة تصويبه جميلة للحربي، خطيرة للفحيل، إعاقة ورمي حرة، لاعب رقم 19 محمد طارق الهندال، رمي حرة، شوف من اللي صوب، الشمري نواف الشمري لسع على الشمال وسجل الهدف الأول للكويت، 1 للكويت، خطيرة لفحيل، تمرير جانبي، كرة مع لفحيل، تنقل هندال إلى صادقي، بيصو، الله الله يا عيني كرة جميلة، لفحيل عن طريق اللاعب 14 يوسف العجمي، التعادل، الكويت يهاجم، تصويبه فيها استعجال، للكويت وضاعت، هجمة عكسية، شوف هذا هدف لفحيل، العجمي صاد التعادل، كرة مع الفحيل الآن 10
نواف الشمري سجل هدف، والعجمي للبحيد سجل هدف. الكرة مع تصويبة قوية، هو 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 الياس الزمال، الياس الزمال يصطاد الهدف الثاني للفحيل، خطيرة للكويت. يا عيني حلوت المباراة، عسل على عسل، الكويت يسجل والفحيل يسجل والتعادل. شوف نواف متألق حتى الآن، هدفين لنواف هز، وهذا اللاعب محترف الزمال التونسي، التونسي 2-2. 5 دقائق، دوري غير، شغلات كلها غير، تصوير غير، نقل غير، جمهور غير، صالة غير، كل حاجة فيها شيء جديد. شكرا للاتحاد الكويتي لكرة اليد ومن هو محتضن هذه البطولة، ووزارة الإعلام والقناة الرياضية، ولكل متابعي هذا اللقاء والفنيين. خطيرة، يا سلام يا سلام، صفر صاعي، صفر صاعي حسن، والكرة ترد من صفر إلى هذا صفر حسن، صفر أجمل العيل، كويت يقطعها، خطيرة خطيرة، الله يا عيني يا عيني، صالح الموسوي المتألق، اللاعب اللي يلعب، شوف حركته، شوف حركته، 1 2 3 4، ممتع هذا اللاعب إذا ركز على الأداء، ممتع، من اللاعبين المتميزين صالح الموسوي. 3 أهداف للكويت، هدف الفحيل مدرب نادي الفحيل نيكولاي ماركوفيتش من صربيا، كرة مع الفحيل، محاولة الهندالي، إعاقة ورمية حرة، إعاقة ورمية حرة، يقود تدريب نادي الكويت الوطني هيثم الرشيدي، كرة مع الفحيل، خطيرة خطيرة، أوه تمريرة خاطئة، تمرير، هذا هيثم الرشيدي أحد نجوم اللعبة السابقين، صاحب بصمة لكرة اليد، ويقود تدريب نادي الكويت الموسم الثاني أو الثالث. نواف الشبيري ورمية حرة، شوف إعاقة واضحة، صحيح رمية حرة، رمية حرة لأصحاب الفانيلا البيضة، البيضة للكويت، كويت سجل كبير، سنوات طويلة متتابعة متتالية يحصد الدوري والكأس. هذا هيثم الرشيدي وملاحظات للاعيبته، كرة مع مهدي القلاف، مهدي اليمين، يا مهدي إعاقة ورمية حرة، تصديات لفحي الكويت، كورتين من 4، لفحيل كورتين من 5، صرح تأخذ إحصائية متتالية كل هذا اللقاء. هدفه نواف يخطب الثالثة بالقائم، بالقائم، فريق إحصائيات كامل من مدربين ومحللين يتابع كل اللقاءات، يعطيك الإحصائية أول بأول، تبي إحصائية عن كل مباراة تأخذها، تأخذها كاملة متكاملة. جهد كبير الحقيقة الاتحاد الكويتي لكرة اليد، وجهد كبير متميز في هذا الدوري، هذا الدوري اللي كل حاجة في خير، يعني حضور لاعبين 2 محترفين كنا ننادي منذ سنوات وسنوات، وهذا الموت يعني يجي شيء أحسن من ما يجي. والاتحاد الكويتي أصدر قرار بمساندة كل نادي يقدر يحضر محترفان 2، هذا سيكون مردة للمستوى الفني. كرة اليد عائدة، كرة اليد الكويتية عائدة، خطيرة، الله الله الله، صفر يا صاد، صفر حسن، ارفع ايدك، ابتسم، قني يا ليل يا عين، خطيرة الكويت، خطيرة خطيرة خطيرة، الله الله الله، عبد العزيز يا صاد، عبد العزيز محمد يصطاد كرة من الجناح الأيسر، شوف شوف خلفية، يا سلام يا سلام، حلوة، الكويت فاتح أكثر، انضباط أكثر، ويبقى الفحيل كذلك، لن يكون صيدا سهلا. هذا هيثم الرشيدي مدرب الوطني في حديث دار شافي، في دم، لازم تطلع شاري صيوان، شاري صيوان، شوف في أنف دم، سلامات يا شاري أو برطمة، ما في إلا العافية، راح يرجع، لا تدمر فانيلتك دم، لأنك راح، لا 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 لا
راح تبدلها ترى، اذا شاف الحكم الدم راح يقول لك غير الفانيله، واعتقد الكويت عندهم فانيله وفانيله. نعود للمباراه، فعيل يهاجم هندال ليه زمال هندال تصويبه وصفر صفر يتصدى وهجمة سريعة للكويت خطيرة خطيرة يا عيني يا عيني يا عيني يا عزيزان يا عيني عبد العزيز محمد شوف شوف ارتقاء ولعبة فيها مهارة ورسق جميل بالرسق الجميل يصطاد عبد العزيز عزيز الكويت هدف هدف يطلب مدرب نادي الفحيل المدرب ماركو فوش تايم اوت الدقيقة 49 ليتحدث هذا مدير فريق فهد ربيع احد نجوم كرة اليد السابقين انا سبع الحديث المدربان You are in the middle and you are right back. If that doesn't go, if that doesn't go, repeat Daira Yamin with crossing for him to shoot. Okay. شباب ردوا بالدفاع الحارس قاعد يشيل ردوا. انتهى الوقت اللي طلبه المدرب ماركوفيتش مدرب الفحيل. شوف هذه كرات اللي تصدى لها الحارس صفر شوف متألق رائع. يعني حتى السالمية الموسم الماضي لما أحرز مركز الثالث كان هذا الحارس له دور كبير والآن مع الكويت شكل ثاني شكل ثاني أخو علي صفر حارس مرو الكويت السابق ليلعب محترف الآن في أوروبا أتمنى له التوفيق سيكون ذا مستوى جيد هو شقيقة للمنتخبنا الوطني كرة اليد الكويتية ستعود إن شاء الله هذا صفر يا صفر يا صفر كرة اليد الكويتية ستعود بهذه التشكيلات وهذا الجهد الكبير الذي يبذل من رجال الاتحاد الكويتي لكرة اليد وتعاون وزارة الإعلام والجميع يعمل يعني بصورة رائعة فنيا وإداريا وماليا ستعود كرة اليد إن شاء الله كرة مع الفحيل الإيراني ليه خطيرة إنما فوق المرمى كرة فوق المرمى صفر يمرر خطيرة نواف يا نواف من حقه هدف 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 عطنا اياه عطنا اياه ما شفناه هو اوه عبد العزيز عبد العزيز الدوسري عبد العزيز الدوسري لسعله وحده كرباجية من الارتقاء وسجل الكويت 6 لفحيل 2 10 دقائق وراح نخلص الدقيقة 11 عبد العزيز الدوسري صاحب الهدف الأخير كرة مع الفحيل إعاقة ورمي حرة صحيح شوف يعتذر انذار انذار صادق الحكم يا مشاري صادق الحكم حلوة الابتسامة مدام يبتسم اللاعب يعني هو موجود بإحساسه بالملعب ما فقد يعني شعوره عصب الكرة المباراة جميلة كرة مع التونسي للإيراني الإيراني صوب أوه صديقي أفشن صديقي اصطاد لكرة من خارج التسعة هجمة للكويت مباراة سريعة 6 أوه شوف 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 مشاري صيوان على الدائرة ثغرة دفاعية استقلها الكويت شوف مشاري صيوان وهدف بكل راحة هدف للفعيل سجل وأنا سجل منو اللي سجل الهدف 34 عبد الله العنزي صاحب الهدف الرابع للكويت 7 الفحيل 4 الفحيل 7 الكويت الارخ شوف حلوه كره في قطع سليم نفس كره سيوان ثغره دفاعيه استفاد منها الكويت رد على الفحيل صاحب الفانيله الحمراء أيام وزمان جميل الفحيل كان له تاريخ كبير وسيكون له إن شاء الله كذلك الكويت مسيطر على كل بطولات الاتحاد تقريبا منذ 8 سنوات دوري وكاس نزل 73 الكويت سيف
عدواني هدف 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 73 سيف العدواني ارفع ايدك يحق لك يا هيثم يحق لك يا هيثم سيف قايد العدواني اللي سجل الهدف الثاني هذا ولد امين سر الاتحاد الكويتي قايد العدواني اللي كان يلعب بنادي التضامن ولعب بالمنتخب واليوم يقود مع زملائه بقيادة الفريق متقاعد ناصر بو مرزوق الاتحاد الكويتي وزملائهم خطيرة على الدائرة اوه في اخطاء دفاعية في اخطاء دفاعية اخطاء دفاعية عبد الله العنزي وهدف للكويت عبد العزيز الدوسري اثنين سجلوا هدفين متتاليين تسعة الكويت لفحيل أربعة شوف شوف نواف للدوسري الدوسري يوصلها للدائرة شوف الكرة الجميلة من الإيراني كرة ذكية ذكية من العنزي وتسعة خمسة تسعة خمسة 13 دقيقة وراح نخلص 14 في مباراة الفارق أربع أهداف لكن المباراة في الملعب لن يهدأ الفحيل الإيراني صادقي حوله فردية إعاقة ورمية حرة إعاقة ورمية حرة تسجيل الأهداف أمر رائع تسجيل الأهداف أمر رائع لكن الأهم بالنسبة لكل فريق لا ما يهمنا من يسجل ما دمنا سنحقق الفوز فريقين يبون الفوز من يسجل يسجل لكن راح يقولون فاز الكويت والفحيل صادقي شوف شوف كرة جميلة ليابشن صادقي ورمية جزاء للفحيل محمد الهندال وهدف متقدم سيف العدواني صيوان موسوي صالح تهديه نزل مهدي القلاف مهدي القلاف انتصف الدارك صانع العاب تقاطع كرة صالح الموسوي نواف الشمري نواف يصوب ويسجل ماشية معاه عسل ماشية معاه عسل نواف الشمري ماشية مع عسل اطلب شايك بدون سكر هدف 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 واضح من أمام المدافعين من خارج التسعة متر عشرة الكويت لفحيل ستة تناصفنا الشوط الأول مشوار طويل والسكة طويلة يا وين وين تو الناس تو الناس تو اللعب بادي كرة مع الفحيل صادقي لزمال الهندال زمال هادي حتى الآن خطيرة الفحيل يحاول صوب رامي الجزاء رامي الجزاء ليوسف العجمي حاول يخترق يعاقع ورمي الجزاء شوفها راح نشوفها صحيح هو راح للمرمى وفي عاقة من مشاري صيوان رامي الجزاء مستحقة من اللي راح يصوب من اللي راح يصوب محمد الهندال صاحب الشمال الجميلة وين في تغيير حارس المرمى في تغيير هدف يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا سلام شوف شوف الكرة وين وضعها شوف شوف حكاية ورواية الهندال يا سلام عليك لك حق هدف جميل يا الهندال محمد كرة جميلة ورمية جزاء رائعة صعبة هذه الكرة ترى دائما راس المرمى ينرفزون لا تحط الكرة فوق راسه لأنه ممكن تصطدم بوجهه لكن تقبلها حارس مرمى الكويت بيروح رياضية نزل عبد الله القربلي عبد الله القربلي سيف صوب اصطدم حارس المرمى علي حسن أمامنا بالصورة علي حسن صالح تصدى وهجمة شوف صوبها سيف علي حسن تصدى لها وهجمة الفحيل عشرة الكويت سبعة الفحيل دوري جميل ممتع جماهير رائعة تحضر يعني اليوم قرينا بنهائي كأس سيدي حضرة صاحب السمو إن شاء الله ستكون الجماهير كاملة بحضورها بالاستاد اللقاء
يشمل الكويت والقادسية خطيرة خطيرة وهدف خطيرة وهدف. عبد العزيز سلطان عبد العزيز سلطان. إذن نهائي كأس سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه سيكون بحضور جماهيري كامل. حسب ما قرأنا اليوم من الاتحاد الكويتي لكرة اليد، إذن الكل يحضر، استمتع، خلاص يا رب يا رب شدة ومارت، كورونا فات، خلينا نعيش بعد الكورونا. كلنا بخير إن شاء الله، يا سلام، جمال صاد وصفر يتصدع، صفر يتصدع. حسن صفر وهجمة للكويت، عبد الله الغربلي وين يا عبادي؟ وين يا عبادي؟ عبادي فترة طويلة لم أشاهده، عبادي صاحب شمال. صاحب شمال جميلة إذا كان في الفورمة إذا كان في مستواه متمرن عدل جاهز لا خلي بالك منه. سيف العدواني محمد عبد الله اللي نزل الآن كصانع ألعاب تمرير لعبد الله عبد الله يا زينك يا عبد الله بهذه الكرة لفعيل خطيرة وين الله 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 يا عيني عليكم يا عيني على الكويت والفحيل كرة ولا أجمل سجل الكويت ورجع لفحيل بسرعة بسرعة وسجل عن طريق العجمي هدف شوفها شوف الكرة على طول عداره يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هذه كرة القربلي سجل وأنا سجل قلتك في البداية عنوان هذه المباراة سجل وأنا سجل فارق 5 أهداف لكن ألف حيل لن يهدأ شوف هذه كرة مشعل طاها مشعل طاها اللي سجل هدف زمال صادقي تنقطع هجمة عكسية للكويت خطيرة سيف العدواني يا سيف يا سيف يا سيف سيف اصطاده مرمى ألف حيل بهجوم عكسي فاست بريك شوف من مشعل الحربي لسيف العدواني والعدواني عمل ارتقاء واصطاده مرمى علي حسن تقدم بهدوء الكويت 14 الكويت 8 ألف حيل مباراة ممتعة الأفضل فيها الكويت سير المباراة الكويت أكثر تنظيم هجوميا وتركيز بنهاية الكرة كرة مع زمال الزمال من أخذ الكرة التونسي انقطع عكسية بدأ الكويت يأخذ الكرات العكسية الله ضاعت من الدوسري كرة فيها 3 لاعبين أصحاب الفانيلة البيضة بهجوم بهدوء ضاعت من عبد العزيز الدوسري وعادت للفحيل شوف ايش راح يطبق لفحيل فحيل لعب مباراة كبيرة الأولى أمام العربي وخسر بفارق 1 بعد ماراثون ممتع قدمه نجم الدائرة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا سلام يوسف العجمي عبد الله 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 يعني ما شاء الله فعيل يسجل والكويت يسجل مباراة مفتوحة مباراة فيها قوة ضاربة بالهجوم بالنسبة للفريقين 21 دقيقة الكويت 15 لفحيل 9 لاعبان المحترفان لنادي الكويت ما شاركوا بهذا اللقاء ليش واحد يقول وين كل الفرق معاها محترفين صح نعم الله 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 كرة عطنا يا السيف السيف اصطاد المرمى عبد الوهاب السيف عبد الوهاب السيف رمية حرة محترفي الكويت يلعبون كمحترفين شوف هذه كرة السيف محترفين في بطولة سوبر الأندية نظمها الاتحاد الدولي لكرة اليد في الشقيقة المملكة العربية السعودية ويلعبون مع نادي الوحدة السعودي كمحترفان يغيبون عن هذه المباراة لكن سيكون المباراة القادمة موجودين محمد عبد الله على لسلطان سلطان للمرمى عبد العزيز وانتو من محمد
الى سلطان وهدف. عبد الله، عبد الله الخميس وهدف. عبد الله الخميس صانع العاب الكويت والمنتخب الوطني. كرة مع الفحيل، خطيرة، يا سلام يا سلام عليك يا سلام. شوفه 34 عبد الله العنزي القربلي، عبد الله العنزي القربلي مرة أخرى. إعاقة ورمية حرة، إعاقة ورمية حرة، وفي إنذار للاعب الفحيل عبد الله. شوف في إنذار واعتذار بروح رياضية. شوف صحيح فيها سحب فيها دفع، هذه كرة الفعيل. شوف من زاوية صعبة، من زاوية صعبة العنزي اصطاد كرات جميلة. تايم اوت مدرب الكويت هيثم رشيدي، استمع لما يقول. خلبومبا هني حلو زين، ولاعبين ثلاثة ثلاثة يفتح لي الملعب. خلبومبا دائما هني زين. وين بومبا؟ بومبا اول شغلة، اول شغلة خليك تحت عبد الله اللي طالع على عبد الله زين. خل عبد الله خميس او حمود عامر ما يهمني، اي واحد فيهم واحد بواحد تصير زيادة. هذه شغلة. الشغلة الثانية فاست بريك، اوكي سنتر واضح مع الشباب. انا اكثر شيء خلينا نلعب الشباب. انت هيثم الرشيدي من توجيهاته وارشاداته، وامامنا مدرب الفحيل ماركوفيتش. صفر الحكم للاعبي الفحيل، هم ينزلون. لو تاخروا شوي راح اعطيهم انذار. تاخر الفريق عن النزول بعد اطلاق صافره نهايه التايم اوت سيكون هناك انذار. إذن هذا عبد الله العنزي، كرة مع الكويت، خميس عبد الله، شاري عبد الله، تصويبة ترجع لعبد الله وتصويبة، إنما لمس 6 متر يقول الحكم، إذا رمية مرمى. شوف هاي التصويبه رجعت له، اه طلع من الدائره، صح طلع من الدائره. قرار سليم، رميه مرمى، رميه مرمى. حتى حكامنا الحقيقه نشيد بهم، الاتحاد الكويتي احضر حكمين من العيار الثقيل الفرنسيان كريم ورؤوف من فرنسا، اداروا مباريات امس، اداروا مباراه اليوم، اضافه لحكامنا كذلك حكامنا الحقيقه باداره رئيس لجنة الحكام الحكم جاسم سويلم، وإدارة متميزة لكل حكامنا دون استثناء، كل حكامنا دون استثناء في إيقاف للمباراة. إذن اعتمد الحكم رمية جانبية للكويت، 16 الكويت 11 الفحيل. قربلي عبد الله القربلي حاول تصويب إعاقة ورمية حرة. دقيقتين لواحد وسبعين من الكويت، من الفحيل يوسف ناصر، يوسف ناصر طلع دقيقتين. الكويت كامل، الفحيل ناقص لاعب، ايش راح يطبق الكويت؟ ايش عندك يا كابتن هيثم يا الرشيدي؟ سلطان القربلي الخميس، يا عيني يا عيني، أسيري ولا غيره؟ هو أسيري، هو أسيري، يا أسيري يا أسيري، أسرتني بحبك يا أسيري يا عيني. شوف شوف الكرة، شوف الكرة وين، حطها بالزاوية البعيدة. عيد عيد عيد، متعنا متعنا، الكرة الجميلة عيدها مرتين وثلاث، كرة جميلة رائعة. كرة مع الفحيل، 17 الكويت 11 الفحيل، امامنا 5 دقائق متبقي. الفحيل يهاجم، زمال صادقي، الزمال شوف يحاول إعاقة صحيحة ورمية حرة، يحاول حقيقة يحاول الياس الزمال من تونس، إعاقة متماسك دفاع الكويت،
ناقص عاد اللي بصفوف الفحيل زمال هندال صادقي زمال يا عيد في دقيقتين حمان الملا يعطي عبد العزيز سلطان دقيقتين ويطلع بروح رياضيه صح يعني لما يعطيك الحكم هذه برافو يا حكم برافو يا حكم يا ابو حمان الملا يا ولد الملا سحب من الفانيله من عبد العزيز سلطان واعطاه المخالفه دقيقتين الكويت ناقص لاعب له صادقي الزمال صادقي بيصوب صفر صاحي عكسيه الكويت يهاجم وين يا مشعل وين بالمرمى مشعل طاها من صفر يا صفر شوف صدها قعد لأسيري ليه مشعل طاها وطاها مشعل أشعلها بهدف ليه الكويت 18 الكويت 11 الفحيل ممتع المباراة فارق كبير لكن الكويت قاعد يدي مع نقصة المحترفين مش موجودين الفحيل كامل وين مقدم مباراة خبرة الكويت كبيرة نجومها الحق خلفي يا سلام تحية لك يا سلام هدف لمحمد الهندال خلفية من 9 يا عيني هدف جميل ولا أروع ولا أجمل تمريرة خلفية وهدف جميل لنادي الفحيل تمل الكويت تمل وضاعت الكرة رامية جانبية شوف تمريرة صح قطعها وهو بارتقاء برة 6 متر صحيح رمية حر خرجت جانبية لعبة رمية جانبية كرة مع الفحيل ناقص الكويت الفحيل اكتمل هل يستفيد من النقص العددي خطيرة صادقي أنا مصدقك يا صادقي خطيرة الإيراني عفشين صادقي شوف تصويبة كرباجية سريعة شوف تلقاها حسن صفر ودخلت المرمى بهدف جميل 18-13 مباراة ما فيها فرق كبير شوط ثاني 28 دقيقة 28 هذا عبد الله الخميس عبادي جنتلمان كرة اليد كما أحب أن أطلق عليه لاعب راقي لاعب جميل لاعب ممتع هجوما ودفاعا رمية جزاء يقول الملا عبد الحمان الملا انه في دفع لعبد الله الخميس رمية جزاء نشوف الحين شوف في دفع من الاول والثاني صحيح القرار سليم رمية جزاء من اللي راح يصوب مشعل طاها وين يا مشعل هوش صوب وبر المرمى يا مشعل يعني مشعل متخصص برميات الجزاء ضيع هذه زعلان وبر وايد يا مشعل نعود للفحيل أرقام أهداف كرة مع الفحيل علي البلوشي نزل صادقي يا سلام علي والله الأحمر يقدم مباراة رائعة يوسف العجمي شوف صدها رجعت للدائرة على طول خطأ دفاعي كويتاوي يصطاد لفحيل هدف رقم 14 فارق 4 أهداف لفحيل يلعب مباراة كبيرة أمام الكبير الكويت صاحب 8 أو 9 سنوات ماضية في دقيقتين من حقه 71 يوسف ناصر دقيقتين
يوسف ناصر دقيقتين، إذا الفحيل سيشتكي من النقص العددي. أهداف جميلة الحقيقة يقدمها نجوم الفحيل، والكويت بالتالي كذلك هو يقدم مباراة ممتعة، ماسك المباراة ولن يهدأ الفحيل، لن يهدأ أمام ندوة منافس صعب. خطيرة خطيرة، عوضها عوضها مشعل طه، عوضها مشعل طه، ضيع رمية الجزاء واصطاد الهدف من ناحية اليسار. فحيل يهاجم، يا عيني يا صديقي يا صديقي يا صديقي، والله انك صاج، والله انك صاج بهذه الكرة صديقي، صدقوه صدقوه، اصطاد المرمى في الثواني الأخيرة، انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول. الفحيل شوف شوف صديقي شوف، ما عنده ما عنده، اعتمد الهدف، اعتمد اعتمد، هذه كرة مشعل طه. نتيجة 19-15. عزيزي المشاهد، لحظات قليلة واستراحة قليلة ثم نعود معكم إن شاء الله لتكملة الشوط الثاني. إلى اللقاء. المشاهدين، لحظات قليلة ويبدأ الشوط الثاني للقاء نادي الكويت الرياضي ونادي الفحيل الرياضي. انتهى الشوط الأول 19 الكويت 15 الفحيل، بعد شوط متكافئ، الأفضلية للكويت بالتسجيل والنتيجة، ولكن الفحيل حقيقة قدم مباراة رائعة أمام منافس شرس اللي هو نادي الكويت بطل الدوري والكاس لسنوات ماضية عديدة. راح نرجع نشوف منه أكثر نادي أخذ بطولات الدوري بسجل الاتحاد الكويتي لكرة اليد. الدوري السالمية حصد 11 مرة، الكويت 11 مرة، العربي 10 مرات، كاظمة 6 مرات، القادسية 5 مرات، الصليبقات 5 مرات، فحيل 4 مرات، خيطان مرتين. إذن النادي اللي يلعبون هذا اللقاء، الكويت 11 مرة والفحيل 4 مرات، سجل كبير للكويت والفحيل والسالمية والعربي. وبانتظار بداية الشوط الثاني يقود هذا اللقاء أحمد المطوع وعبد الرحمن الملا، لقاء متميز ممسوك المباراة بكل ثقة وقرارات سليمة 100%، تعاون كبير بين طرفي المباراة الفحيل والكويت وتركيز على الأداء الفني. رمية البداية مع الفحيل وانطلق الشوط الثاني وبدأ مشوار الشوط الثاني. كرة مع الفحيل، صديقي البلوشي، علي البلوشي، تقدم مرقبة الكويت، يلعب بطريقة رجل لرجل، رقابة لصيقة رقابة لصيقة، رجل لرجل، خطيرة خطيرة، رامية مرمى رامية مرمى، الكويت يهاجم،
عكسية خطيرة. الله الله عبد العزيز، عبد العزيز محمد، عبد العزيز محمد، شوف 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 كرة جميلة ناحية اليسار، فاست بريك، أربع تمريرات أنهاها عبد العزيز بالمرمى بهدف جميل، 20 للكويت. هذا عبد العزيز محمد والكرة معه، صادقي المراقب رجل لرجل من صالح الموسوي، نجم بلوشي، محاولة فردية من علي البلوشي اللي أمامنا بالصورة، رمي حرة خارج التسعة متر، صادقي يبي الفرصة، وين الياس زمال، فات خطيرة، يا عيني يا صادق، يا عيني يا صادقي، أفشن صادقي، صادقي يصدق بكل كرة بالتصويب القوي بمرمى الكويت، خطيرة خطيرة الموسوي، خطيرة، الله الله الله، صالح الموسوي، صالح الموسوي صاحب الشمال الراقية، شوف 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 أسيري للموسوي، صالح يا سلام، حاول يتصدى لها الحارس، حاول يتصدى لها الحارس، لكن الكرة أرادت الشباك. كويت 21 لفعيل 16، مباريات ممتعة، جماهير رائعة بحضورها منذ بداية الجولة الأولى والآن الجولة الثانية، العربي والقادسية والكويت وكاظمة وكل الأندية الحقيقة لها جماهير عكسية. الكويت يهجم وتصويب وتصدي من حارس المرمى، تصدي من حارس المرمى، الحارس علي حسن، علي حسن، صالح شوف صوب كرة جميلة لكن تصدى لها بكل احتراف، محمد عامر، محمد عامر لاعب الكويت يرموك سابقا والكويت حاليا، شارك الآن وانفرد بكرة جميلة لكن علي حسن صالح تصدى لها، كرة مع الكويت، إعاقة ورمي حرة، إعاقة ورمي حرة، محمد عامر أمامنا سيد خالد قانم رئيس الكويت قائد العدوانية من سر، كرة مع الكويت، تصويبة غير موفقة، يرجع إلى الفحيل، حارس المرمى علي الهندال، يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا سلام، محمد الهندال يتألق، محمد الهندال يتألق الحقيقة ويخترق، كرة معه، إعاقة، رمية جزاء وفيها عقوبة، رمية جزاء وفيها عقوبة، دقيقتين للرائع محمد الهندال صاحب الأهداف الجميلة من معامع مشاري سيوان، شوفها شوفها، لا صح، قرار سليم، قرار سليم للحكم، دقيقتين، هذه الكرة، هذا هو الهندال، شوفه صوب وسجل هدف جميل وطلع، دقيقتين إيقاف، سلامات اللي طايح، أعتقد أنه مشاري سيوان. عزيزي المشاهد، الاتحاد الكويتي لكرة اليد الشركة الراعية لهذه البطولة ووجود لجنة فنية كبيرة من المحللين والمدربين تختار في كل جولة أفضل طاقم تحكيمي وأفضل لاعب، الجولة الأولى تم اختيار الحكام أحمد المطوع وبدر المطوع أفضل كوبل قاد المباريات، وأفضل لاعب تم اختيار أحمد الفرحان حارس المرمى، أحمد الفرحان كأفضل حارس للجولة الأولى، صالح الموسوي، أوبا موسوي، صالح مصلوع لسعلة واحدة، سعلة واحدة كرباجية، هدف جميل، هدف جميل، شوف شوف ما فيها ما فيها ما فيها صد ورد، 22 للكويت 17 لفحيل، دقيقة 4 الشوط الثاني، تونا بادين الشوط الثاني، نزل الآن الياس الزمال منتصف الملعب، عنده نقص عددي لفحيل، نجم تمريرة خطيرة، صادقي، الله 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 الله، المرة هذه أفشل صادقي، تصدى له تصدى له، قلت صفر، تصدى له بكرة، شوفه تصدى بقوة،
المتألق المتألق حسن صفر حوالة فردية للتونسي الزمال أو البلوشي ذا نجم عزيز نجم كرة مع صادقي هل البلوشي حوالة فردية ماسك دفاعي لأصحاب الفانيلة البيضة رمية حرة خارج التسعة متر تصويب يا سلام يا سلام عيدها 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 صديقي شوف شوف كرة الكويت خطيرة الله رجع الكويت عن طريق عبد العزيز الشمري بهدف لكن شوف كرة صديق راح نعيدها راح نعيدها عيدها عيدها الله 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 شوف هذه كرة عبد العزيز عزيزان متألق الحقيقة شوف شوف من خارج التسعة شوف أوف 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 أوف. كرة ولا أحلى ولا أجمل شوفها مرة ثالثة صوب الله أكبر الله عليك الله الله عليك الله يا صديقي لاعب الإيراني اللي يلعب بصفوف لفحيل لسعلة واحدة تذكرنا بالكرات الجميلة كرات الجميلة بالأزمان الجميلة كرة معه لفحيل 23 الكويت 18 لفحيل في مباراة رائعة خطيرة الزمال الياس الزمال التونسي المحترف بصفوف لفحيل يخترق دفاع الكويت بمهارة فردية شوف زرق زرق وزمق ولقى فرصة زرق زي الزيبق وسجل هدف رقم 19 فارق 4 أهداف يعني لفحيل موجود لفحيل موجود والكويت موجود كرة مع نواف صالح مسوي شاري صيوان بيسوي شيء الكويت كرة مع شاري تصويب إنما برا المرمى برا المرمى محمد عامر الآن يلعب بتشكيل مهدي القلاف مهدي القلاف اللي نزل الخبرة مهدي القلاف صادقي يا سلام يا سلام عليك يا سلام كرة جميلة كرة جميلة من لاعب الدائرة يوسف العجمي إنما يطالب برمية جزاء أعطاك الفرصة الحكم أعطاك الفرصة صادقي كان ممكن تشوف يعني كرة غير موفقة ممكن كل لاعب قطع داخل تقرير الحكم والحكم يشوف شيء إحنا هذا هيثم الرشيدي هيثم الرشيدي حد نجوم اللعبة نجوم كرة اليد الكويتية ومنتخبنا الوطني يقود الكويت بنجاح نجاح رائع هيثم الرشيدي المدرب الوطني وإدارة أكثر من رائعة تدريب نادي الكويت قلاف يحاول مهدي القلاف لكن ما هم معطينا فرصة مهدي ما هم معطينا فرصة سيف العدواني كرة مع سيف مرر نواف الشمري بيصوب نواف الله يا نواف الله يا نواف يا الشمري نواف فتح له سكة بتمريرة شوف اختراق خطأ دفاعي خطأ دفاعي لا يتحمل الحارس علي حسن خطأ دفاعي هذا سيف العدواني ظاهر عطوه دقيقتين ها في دقيقتين أحمد المطوع دقيقتين يبتسم اطلع وانت مبتسم برافو برافو يعني ماني زعلان يعني ماني زعلان هي كرة اليد تطلع دقيقتين وترجع وتطلع وترجع ثلاث مرات لك إيقاف دقيقتين ثم بعدها خلاص شوف أقول لك ليش وقفوا دقيقتين لأن أول شوف الكرة هذه غير موفقة الهندال سيف العدواني يعني بيّن للحكم أن اللعبة خطأ على لاعب الكويت يبي يضيع الحكم إنما الحكم عطاه دقيقتين لا تبين أنه الخطأ لي مش علي لذلك عطوه دقيقتين راح يرجع بعد دقيقتين سيف العدواني احد النجوم الواعده ان شاء الله في كره اليد هو وزملائه في كل الانديه عده نجوم يعني يبشرون هذا الهندال عجمي عند العربي لاعبين عند كاظمه لاعبين كره اليد الكويتيه بخير كرة مع لاعب الكويت محمد عامر إعاقة محمد عامر هذا صادقي
محمد عامر لازم يصوب من برا التسعة، من برا التسعة قلاف يصوب، تصدي دفاعي، ما في حارس. الله الله الله، يم الغايم يم الغايم، الزمال صوب. ليش؟ نقص عددي بصفوف الكويت. إيقاف سيف العدواني، لاعب المدرب هيثم لاعب بدل الحارس واخرج الحارس بدون حارس، إنما لم يوفق الزمال. عادت الكرة، عادت الكرة، وسيخرج صفر وراح يلعب بدلا منه لاعب، حتى يكون ست لاعبين بست مدافعين، مهاجمين الكويت بمدافعين الفحل. 24-19، تسع دقائق الشوط الثاني. كرة مع محمد عامر، هذا مشاري والزمال يبي فرصة، طوف سيف، هو سيف أو نواف، نواف الشمري، نواف الشمري، محمد عامر إلى مهدي القلاف، مهدي يبي صوب، صوب، أوه أخيرا أخيرا اصطاد الخبرة مهدي القلاف مرمى الفحيل. شوف حاول لأكثر من مرة وأخيرا مشت مع الكرة، كرة مع صادقي، صادقي محمد عامر وصادقي، الاثنين ما شاء الله، الاثنين ما شاء الله، يعني والله اختيار موفق للزمال وصادقي، اختيار أكثر من رائع، زمال وصادقي الإيراني والتونسي لنادي الكويت، كذلك اختيار نادي الكويت، الاثنين محترفين كوبيين حقيقة، اختيار موفق، هداف العالم مرة لسنة وهداف الثاني، خطيرة، تصويبة وهدف، تصويبة وهدف، لفعيل يصطاد هدف، لفعيل يصطاد هدف عن طريق عبد الله العنزي، محاولة إعاقة ورمي حرة، يغيب محترف الكويت عن لقاء الكويت للعبوا في بطولة السوبر للمملكة العربية السعودية كمحترفان مع نادي الوحدة السعودي بتعاون جميل بين نادي الكويت ونادي الوحدة. الدقيقتين، ثلاث مرات الكويت، أربع مرات الفحيل، أمامنا إحصائية، إحصائيات متتالية تابعها معنا عزيزي المشاهد. كرة مع الكويت، سيف يا عيني، منو هذا، سيف ولا منو؟ سيف، سيف العدواني، سيف العدواني قطع من المنتصف وصوب من خارج التسعة وسجل. إعاقة لصادقي، إعاقة لصادقي، رامي حرة خارج التسعة متر، مجهود كبير حقيقة، صادقي بذل مجهود كبير سيكون له تأثيره على أدائه في الدقائق القادمة، يعني مجهود كبير هجوما ودفاعا. وربع الكويت مو مقصرين وياه بالدفاع، رمية مرمى، رمية مرمى فيها فاول ولا فيها رمية مرمى؟ لا، حكم يقول فيها فاول خارج التسعة متر، إذا اختلف الحكمان يقرران من هو صاحب القرار السليم. إعاقة أخرى ورمية حرة خارج التسعة متر، هذا شاري سيوان عدواني، في تايم اوت يطلب مدرب نادي الفحيل المدرب نيكولا ماركوفيتش تايم اوت الان ليتحدث مع لعيبته، وفرصه للكابتن هيثم الرشيدي مدرب نادي الكويت للحديث مع لعيبته. استمع وطالب لاعبته بذل المزيد من الجهد لتقليص الفارق، فارق 6 أهداف، 12 دقيقة الشوط الثاني والوقت طويل،
والمشوار طويل. مباراه متوقفه الان. شوف شوف الحديث. سولف لي وهذا سيف العدواني حق نجوم هذا اللقاء الحقيقه. واعتقد اذكركم سيف العدواني مباراه الكويت قبل النهائي بهدف. سيف العدواني اوصل نادي الكويت الى المباراه النهائيه، وكان اقرب نادي الكويت الفوز بطوله تنزيل اسيويه لولا اصابه الزمان لهذا اللاعب اللي يلعب مع الفحيل. كان يلعب في الكويت كمحترف واصيب في اول المباراه. صادقي صادقي صادقي، اوه هدف، هدف لصادقي، هدف لابشن صادقي الايراني. ابشن سيف الى عزيز، عزيز إذا المرمى. يا عيني يا عيني، شوف الرسخ، شوف الرسخ، شوف المهارة. الاثنين بثنائية جميل، شوف الرسخ. يا حبيبي يا حبيبي يا عزيزي يا عزيزي، كرة ولا أجمل، مهارة فردية رائعة يا عبد العزيز الشمري. كرة هذا مدرب الفحيل، مجهود كبير حقيقة المدرب مال الكويت، ما حد يقدر يقول عنه شيء غير أداء نادي الفحيل، الأداء الهجومي والدفاعي. لكنه يلعب أمام نجوم الكويت، هم كبار. إعاقة ورمي حرة، إعاقة ورمي حرة. هذا الزمال التونسي الياس الزمال من اللاعبين المتميزين حقه، لاعب من العيار الثقيل. شوفه تمرير، يا هو يا 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 يا، عطنا يا مرة ثانية. شو تسوي يا صادقي؟ شو تسوي يا صادقي؟ صديقي ما له حل، خطيرة. الله نواف الشمري يسجل صديقي، ورد نواف الشمري عليه بهدف. عطنا اياه، شوف هذه كرة نواف، عطنا كرة صديقي. يا صديقي يا صديقي، شوف شوف يا عيني عليك. حلوة الأهداف هذه، حلوة. أنت استمتع وأنا استمتع، والفرق راح تستفيد من هؤلاء المحترفين. قرار الحقيقة الاتحاد الكويتي لكرة اليد بالاستعانة بمحترفين قرار حكيم وقرار رائع، كنا ننتظره من زمان، لكنه جد ووجد. وبالتالي شكرا لكل من كان وراء هذا القرار. ستتقدم كرة اليد الكويتية، ستظل كرة اليد الكويتية. عزيزي المشاهد الزعيم الكبير لكرة اليد الخليجية والآسيوية، سيظل في قلوبنا المنتخب الكويتي، وستعود كرة اليد إن شاء الله مع هذا الجهد ومع هذا العطاء للاتحاد الكويتي والمحترفين واكتساب الخبرات للاعبي الناشئين وأصحاب الخبرة. ستعود كرة اليد كما كانت وأفضل. نحتاج إلى الوقت، نحتاج إلى الوقت فقط. يا عيني يا عيني الزمال، يا عيني يا الزمال. هذا هو الحارس الياس الزمال التونسي، خطيرة. يا شوف شوف سيف العدواني، سيف العدواني كان سيفا في هذه الهجمة. شوف مهارة فردية جميلة جميلة، أخذ المدافع. وهذه كرة الزمال، لما يسجل الفعيل، ملاحظ لما يسجل الفعيل كرة فيها قوة. هذا سيف أمامنا 73 شاري صوان، لما يسجل الفعيل كرة فيها يعني قوة وعنف في التسجيل، وتسجيل هذا يرد عليه الكويت بكرة سريعة. لاحظوا تابعوا معي، صادقي صادقي صوب، والحارس يتصدى، الحارس يتصدى. صفر، هجمة عكسية. سيف رمي حرة، رمي حرة. هذا عبد العزيز وهذا سيف، هذا عبد الرحمن الملا. إدارة موفقة، إدارة موفقة لحكام اللقاء عبد الرحمن الملا. في دقيقتين لمن حقه، 14 دقيقتين يوسف العجمي. صح صح قرارك صح 100%، 100% قرار الحكم صحيح. العجمي دفع بيده مهاجم الكويت، والفحيل راح يلعب ناقص لاعب، والكويت متكامل. ايش راح يسوي الكويت؟ اكيد عنده طريقه لاختراق وكسر هذا الدفاع. نزل عبد العزيز سلطان على الدائره، مشعل طه، نواف الشمري، خميس، سلطان، سيف
عدواني شمري عبد العزيز، الكره ما زالت الخميس، اعاقه ورمي حره، خطا لصالح الفحيل، الزمال ينطلق سيهدئ، خطيره خطيره تصويب ودخول خاطئ، هي راح توقف المباراه في دقيقتين، في دقيقتين من حق الخميس، عبد الله الخميس واضح، اي واضح، شوف هذه الكره احتسبت دخول خاطئ، لا دخول خاطئ احتسبت على الزمال من امام سيف، وفي دقيقتين لعبد الله الخميس. هذا هيثم الرشيدي حاط التايم اوت، هيثم الرشيدي الحقيقه لابد ان نعطيه حقه، المدرب الوطني واللاعب الدولي السابق هيثم الرشيدي ابلى بلاء حسنا في قيادته لنادي الكويت في الموسم الماضي وقبل الماضي والموسم الحالي. سيف، يا سلام يا سلام، رمي الجزاء، وفيه في حال في عقوبه، في عقوبه، شوف راح يتعشون يا كرت احمر يا دقيقتين، يا دقيقتين دقيقتين اتفق الحكمين لان فيها سحب، اذا كانت خطره لاعب يوسف ناصر دقيقتين في سحب، راح نشوفها بالبطيء، شوف 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 دفع وسحب، شوف هذه سيف عطى السلطان من خلف، شكرا لمخرجنا شكرا للفنيين، بالضبط انه دقيقتين في محل اللي راح يصوب مشعل طاها، ضيع رميه جزاء، ها كرت احمر، كرت احمر على ما ادري والله، ها الظاهر انه ثلاث مرات اللاعب يوسف ناصر اخذ ثلاث ايقافات وبالتالي يعطى كرت احمر، هذا مشعل طاها صاد رميه الجزاء، خلاص يوسف ناصر ما راح يلعب مع فريقه، انما بعد دقيقتين راح يلعب، شوف مشعل طاها لعب كره فنيه، كره فنيه يوسف ناصر بعيل، خلاص ما راح يشارك، بعد دقيقتين راح ينزل احد زملائه لانه ايقافه ثلاث مرات، خلاص يحرم كره مع الزمال، السيف السيف عبد الوهاب السيف اعاقه ورميه حره، محترفان التونسي الزمالي مع الكره والايراني صادقي، عنده لاعبين اثنين يعني ناقص لاعبين اثنين لفحيل، فاول ورمي حره لعبد الوهاب السيف من لفحيل، 18 دقيقه الشوط الثاني عزيزي المشاهد، فحيل يلعب نزل لاعب الان، اجي لاعب واحد هو يخاف، كرة عكسية الكويت، الكويت مشعل طاها، مشعل طاها وهدف، تباطأ تباطأ في الاستلام نادي الفحيل وخطف الكويت الكرة ومررت إلى مشعل طاها، شوف من الخلف مررت من عبد العزيز الدوسري إلى مشعل طاها، انفرد وصوب وسجل، حتى الآن توافق جميل للاعبي الكويت، صادقي خلاص صادقي ينفرد، صادقي أفشل صادقي من برا مشكلة، ما شاء الله ما شاء الله، لاعب يعني محترف واختيار رائع لهذا اللاعب، مجهود كبير للإيراني صادقي، 31-24 فارق 6-7 أهداف، كرة مع الكويت، اكتمل الفحيل الآن، اكتمل الفحيل، كرة مع الخميس، عبد الله سيف عدواني إلى نواف، كرة ما زالت مع الكويت، تحركات، يا سلام عليك يا سيف، يا سلام عليك يا سيف، سيف وتنزيل كرة بالتمرير لعبد العزيز السلطان، قال تفضل تفضل يا حبيبي سجل يا عزيزي، افتح الفارق، الله الله، كرة جميلة، كرة جميلة ثنائية بين العدواني والسلطان، بين العدواني والسلطان، وهدف رائع، 32 الكويت لفحيل 24، فتح الفارق للكويت، فتح الفارق، تمريرة خاطئة إنما فيه إعاقة، فيه إعاقة ورمي حرة، فيه إعاقة ورمي حرة، عبد العزيز السلطان يبتسم، تصويب
إعاقة ورمي حرة أطلق الحكم صافرة قبله. التصويب كرة مع الفهيل مرة أخرى زمال خطيرة خطيرة يا عيني يا عيني يا عيني الجناح جناح الأيمن جناح الأيمن عبد الله العنزي وهدف جميل. أوه 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 عبد الله القربلي عبادي نزل عبادي عبد الله القربلي نزل وصوب كرة شوف يا عيني يا عيني لا صار مزاجك بتلعب يا زينك. وهذه كرة عبد الله العنزلي في حيل كرة جميلة كرة جميلة ومهارة فنية رائعة للعنزي هذا عبد الله القربلي. كرة مع الفحيل خطيرة السلام تصويبة جميلة ورمية الجزاء زمال يصوب يتصدى صفر لكرة الزمال لاعب الدائرة إعاقة عبد العزيز السلطان ورمية الجزاء للفحيل شوفها صوبها رجعت في من داخل من داخل عبد العزيز السلطان رمية الجزاء مستحقة من اللي راح يصوب عبد العزيز نجم أسمر يسمراني أسمر يسمراني يا سكر يا عبد العزيز نجم وهدف جميل من رمية الجزاء للفحيل شوف شوف عبد العزيز نجم نجوم كثيرة ونجوم كبيرة ستظهر من خلال هذا الموسم لإعادة كرة اليد الكويتية إلى موقعها الصحيح بالخريطة. الكويت لها الزعامة لها الزعامة وإن كانت هناك منافسة انتخابات القطرية والكورية واليابانية لكن الكويت تبقى الكويت وجماهير اللعبة ومحبي اللعبة أكثر وأكثر. أعتقد أنه الاتحاد الكويتي لكرة اليد يسير في الطريق الصحيح ستعود كرة اليد أوعدكم أنها ستعود. خطيرة تصويب ورمي الجزاء تصويب للزمال التونسي الياس الزمال ورمي الجزاء أسيري يتحدث شوف إعاقة من أسيري إنما هي رمية جزاء صحيحة. حكم رحمن الملا أحمد المطوع وإدارة رائعة إدارة رائعة اللي راح يصوب المحترف أبشن صادقي صادقي يا سلام بكل سهولة وكل مرونة وبخبرة ناعمة شوفها شوف كرة ناعمة هذه يسمونها الكرة الناعمة هدف لصادقي وهدف للكرة ما يمدين هذا سيف العدواني سيف العدواني المتألق الحقيقي متألق في هذا اللقاء اليوم. كرة مع علي البلوشي زمال التونسي شوف خطيرة وهدف حلوة حلوة علي البلوشي البلوشي اصطاد المرمى علي البلوشي صافر يقول ارجع في دقيقتين من حقه من حقه دقيقتين الظاهر انه ما رجع او وقف في منتصف الملعب اللاعب فهد العجمي فهد العجمي يخرج دقيقتين يخاف راح نشوفها بعد الكرة هذه بعدها راح ننتظر هذه كرة الهدف بعدها الظاهر انه في لاعب مر من منتصف الدائرة وبالتالي اكيد سيكون هناك عقوبة راح نشوفها اعتقد انه في التسنتر اعطى دقيقتين في التسنتر عطل الكويت عطل ولم يقف بالثلاث امتار اذا الفحيل ناقص لاعب الكويت كامل دقيقة 24 متبقي 6 دقائق كاملة على نهاية هذا الشوط وهذا اللقاء الجميل كرة مع صادقي إلى الزمال عبد العزيز نجم للزمال للجناح الأيمن يا زينك يا زينك يا زينك يا عبد الله العنزي كرات سهلة كرات سهلة مرنة خطيرة للكويت خطيرة تصدي من حارس المرمى تصدي من حارس المرمى وهجمة للفحيل هجمة للفحيل خطيرة شوف مرة ثانية تأخر
تأخر العنزي ماشية معه. العنزي عبد الله العنزي بأهداف جميلة من الجناح الأيمن 35-29 لبلوشي لصادقي للزمال للعنزي عبد الله. كرة ما زالت باستحواذ لفحيل، عنده نقص عددي. الزمال الاثنين يبون يخترقون. رمية حرة لفحيل، 3 أمتار تعد 3 أمتار اكتمل لفحيل اعتقد. يقول العب من مكان الخطأ، من مكان الخطأ سيصوب سيصوب سيصوب، انما فوق فوق. مرة هذه ما صادت المرمى، مرة هذه الكرة ما صادت المرمى. 35 الكويت لفحيل 29. عدل عدل عدل، هذه الدقيقتين اللي اخذ عليها لاعب الفحيل ما المفروض يجي من منتصف الملعب حتى لا يؤخر الكويت، فبالتالي هو حتى وان كان معطي ظهره الكويت، انما هذا المرور فيه خطا ودقيقتين في محلهم خطيره. يا هدف يا عبد الله القرب اللي نشوفه 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 شوف. لا بره بره ولا هدف؟ لا بره. عبادي لما لا ما الكره بره المرمى، الظاهر بره المرمى. تعلمنا على عبد الله ان فيها اهداف، لكن الكره هذه اعتقد انها بره. راح نشوفها راح نشوفها. كره مع البلوشي الزمال خطيره، تصويب افشن. شوفها شوفها، عطنا هاي كره قربلي. ها داخل 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 داخل. سامحنا يا عبد الله، سامحنا يا عبد الله، عبالنا بره. سموحه يا عبد الله، هدف لعبد الله القربلي 100% 100%. سيف ينطلق يخطف الكره، وين يا سيف؟ سيف بالمرمى، سيف بالمرمى، سيف العدواني. صاحي صاحي، شوف قطع كره بتمريره جانبيه للفاعل، خطفها واندفع وسجل هدف للكويت يحمل رقم 37. مباراة هذه بأمانة سيف العدواني لعب مباراة كبيرة. هذا هيثم الرشيدي، اعتقد انه خلاص حسم اللقاء، فرحان يهنئ لعيبته ويستحق منه التهنئة. هيثم الرشيدي مدرب نادي الكويت يكسب اللقاء امام المدرب الصربي ماركوفيتش. دقيقتين متبقي وينتهي هذا اللقاء، الفارق 8 أهداف، حسم اللقاء، كرة جميلة. إنما للأمانة والله للأمانة هذا علي البلوشي، الفحيل قدم مباراة كبيرة، وإن كان الفارق 7 أهداف إلا أنه الفحيل قدم مباراة كبيرة وجميلة وكان ندا ويعني لعب بكل الحسابات، إنما خبرة الكويت أكيد تتفوق على الفحيل. أمتعونا نجوم الفريقين، الفرق الحقيقة كلها متقاربة، لن تعرف من يفوز، لن تعرف هذا الدوري من هو اللي راح يفوز بالمباريات. جماهير ستكون على موعد، كل خلف فريقه. العربي حضر بجماهيره أمس، القادسية حضر بجماهيره، هدف لعبد العزيز سلطان، كاظمة بجماهيره، الكويت بجماهيره، الكل الكل الكل، يعني ما بينسى حد حقيقة. مباريات ممتعة أداء وتقنية بالتصوير وحضور جماهيري وصالة جميلة ومجهود كبير لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد وكل حاجة، الفنيين الذين خلف الكاميرات والمخرج، كل حاجة جميلة، يعني صورة رائعة ستكون كرة اليد. واليوم أقرأ في مقال لزميلنا البحريني محمد طالب، حقيقة بنقم معروف بكرة اليد البحرينية، قال الدوري الكويتي يخطف من دول الخليج الأنظار. الدوري الكويتي تابع، تحب كرة اليد تابع الدوري الكويتي، غيره ما في.
يعني شيء ممتع بكل بالإخراج بالأداء بالمستوى الفني بالصالة. هذه الكرة إنما تسب هدف لفحيل في مرمى الكويت. عبد العزيز نجم دخلنا في الثواني الأخيرة، تلفظ أنفاسها الأخيرة، الثواني الأخيرة تنفض أنفاسها الأخيرة. مبروك مبروك، صفر الحكم واعلن نهاية اللقاء. الكويت 39 الفحيل 32. مبروك للكويت، قدم الكويت مباراة كبيرة، ولن ننسى الفحيل قدم مباراة كذلك وكان ندا ومنافسا كبيرا للكويت، وإدارة موفقة وأكثر من رائعة لأحمد المطوع وعبد الرحمن الملا. الشكر موصول لكل من كان خلف الكاميرات والإخراج، شكرا لكل من حضر. أعزائي المشاهدين، اللقاءات لن تنتهي والمستوى الفني سيكون متميز. تابعونا، جاسم الذياب يحييكم وإلى اللقاء.